من أمام هذه البناية والتي كانت تعرف في الماضي بكاتدرائية طرابلس. ألبسها الله لباس التقوى وأراد لها أن تكون مسجداً ومعلماً من أهم معالم المدينة، ومركزاً يحفظ فيه الطلاب كتاب الله سبحانه وتعالى. نلقاكم في حلقة اليوم. بداية نرحب بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بكم. ونريد أن نعرف ولو نبذة بسيطة عن المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بداية، نحن متواجدون في مسجد الدعوة الإسلامية أو ما يعرف بمجمع الثقافة والدعوة الإسلامية، وهذا المجمع يتبع جمعية الدعوة الإسلامية العالمية في طرابلس. هذا المسجد يعتبر من أقدم المساجد، من المساجد العامرة والمساجد التي تعج بالمصلين. هذا المسجد هو صرح من صروح هذه الدولة، دولة ليبيا بارك الله فيها. بالنسبة للمدرسة القرآنية في المسجد، كيف طريقة التدريس؟ كم عدد الطلاب؟ المدرسة القرآنية في هذا المسجد تشتغل من الساعة 8:30 أو 9 صباحا إلى غاية صلاة العشاء. في الفترة الصباحية يتواجد بها النساء، أما في الفترة المسائية، الفترة التي يدرس فيها كتاب الله، ما بين المغرب والعشاء. هذه الفترة مخصصة للرجال. يتراوح عدد الطلبة أحيانا في الفترة الصيفية يصل العدد ما يقارب إلى 70 طالب أو أكثر. كذلك تم تخصيص في السنوات الأخيرة جانب للرجال، كذلك هو بعد صلاة العصر، حتى هو يعج بالطلبة، كذلك العدد يفوق 50 و60 طالب. ما شاء الله، يعني مدرسة عامرة بالطلاب. ما شاء الله. وطريقة التحفيظ، يعني تلتزمون التلقين ولا الكتابة؟ والكتابة هي على الألواح ولا الكراسة؟ طريقة التحفيظ داخل المدرسة القرآنية في هذا المسجد أو في مسجد الدعوة نلتزم فيها بالتلقين، نظرا لضيق الوقت، بالمشافة نظرا لضيق الوقت، ولا يتسع الوقت كثيرا بأنك أنت تجيب الطالب أنه يكتب على اللوح، فهمت كيف؟ ولا يكتب على اللوح، لأن الوقت ضيق شوية، فنلتزم بطريقة التلقين والمشافة كما ذكرت شيخ إسلام. ما شاء الله. وعدد المشايخ الموجودين؟ عدد المشايخ الموجودين ثلة من المشايخ. ما شاء الله. مشايخ فضلاء. اللهم بارك. مشايخ معروفين على مستوى ليبيا. البعض. أو بالبعض حتى مستوى العالم الإسلامي. يتراوح عدد المشايخ ما بين 10 أو أقل قليلا. هو يعني يعتبر هذا المسجد قبلة للمصلين، وباعتباره يعني في وسط البلاد ومعلم من معالم المدينة. إيه فعلا. فهذا يعني يجعل له ميزة وإضافة خاصة. شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. جزاك الله خير. بارك الله فيك. الله يكرمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء
ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور.
وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. قصة اليوم إن شاء الله يحكيها لنا الطالب بجامعة جمعية الدعوة الإسلامية الشيخ همام سعيد. مرحبا بالشيخ. مرحبا بك. ما شاء الله، وين وصلتوا يا شيخ؟ الآن في سورة الرعد. ما شاء الله، قريب معنا الختمة. قريب إن شاء الله. الله يبارك. اليوم بتحكي لنا عن قصة من سورة الكهف اللي هي قصة سيدنا موسى مع سيدنا الخضر عليهما صلاة الله وسلامه. كيف بدت هذه القصة؟ بدأت هذه القصة عندما التقى سيدنا موسى مع سيدنا الخضر. جميل، هنا لابد أن ننبه، كيف ليش التقى سيدنا موسى بسيدنا الخضر؟ ورد في هذه القصة، ورد في هذا حديث، قالوا أن سيدنا موسى قام خطيبا يوما ما في قومه فجاءه سائل فقال له يا موسى من أعلم الناس؟ فقال سيدنا موسى أنا. فعتب الله سبحانه وتعالى عليه إذ لم يرد العلم إليه، لم يقل أنا والله أعلم أو قال الله أعلم، فقال لا إن عبدنا فلان بمجمع البحرين هو أعلم منك. من هنا انطلق سيدنا موسى إلى سيدنا الخضر. وبعدين كيف صار يا عم الشيخ؟ ثم ذهب سيدنا موسى إلى سيدنا الخضر والتقى معه فقال له سيدنا موسى أريد أن أذهب معك. فقال له سيدنا الخضر ما لا تستطيع أن تذهب معي، فإن هذا يريد صبرا وثباتا على الثبات. يعني قال له إنك لن تستطيع معي صبرا. ثم ذهب فوجد سفينة فأكب فيها سيدنا موسى وسيدنا الخضر، ثم ثقبها سيدنا الخضر ليغرقها. فقال له موسى لماذا خرقتها؟ بمعنى أنها ثقبها. فقال له سيدنا الخضر قال له من البداية قال إنك لن تستطيع معي صبرا، بمعنى إنك بديش تصبر معي. ثم ذهب سيدنا موسى وسيدنا الخضر والتقى مع غلام فقتله سيدنا الخضر. قال له موسى لماذا قتلته؟ قال له مثل ما قال له في البداية لن تستطيع معي صبرا، لنك تستطيع معي صبر لأن هذا يريد ثباتا وصبرا كثيرا. ثم ذهب سيدنا موسى وسيدنا الخضر إلى أهل قرية فلم يجدوا فيها من يضيفهما. فوجد سيدنا الخضر جدارا يريد أن ينقض، بمعنى أي يريد أي يعني جدار قريب يطيح ينهدم. أيوة. على الأرض. فأقامه سيدنا الخضر. قال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجر، يعني إنك ستحصل عليه أجر مثلا. ثم قال له سيدنا الخضر هذا فرق بيني وبينك، لن تستطيع أن تذهب معي مرة أخرى، يعني لن تستطيع معي صبرا، يعني خلاص هذا خلاص نهاية الرحلة، فات الأوان خلاص. جميل. وبعدين أخذ سيدنا الخضر يفسر لسيدنا موسى القصة اللي قالها لنا من البداية اللي ذهب فيها هم. يا سلام. قال له سيدنا الخضر إلى موسى قال أما السفينة فكانت لمساكين يعني يعملون في البحر، يذهبون في البحر، وكان وراءهم ملك يهدم السفن ويغرقهم، يعني يخفف السفن بالغصب، يعني بالغصب على أهلهم. فأراد سيدنا الخضر أن يثقبها ويدخلها الماء لكي لا يذهب إلى الملك الظالم هذا.
ثم حكى له قصة الولد الذي قتله سيدنا الخضر. قال له: هذا غلام ظالم، وكان أبواه مؤمنين، يعني مؤمنين ومقربين إلى الله عز وجل، فقتله سيدنا الخضر لكي لا يرخيهما ويتعبهما في أعمالهم، وهب لهما سيدنا وهب لهم الله ولدا صالحا وصالحا لهم الله بولد صالح. ثم ذهب ثم حكى له سيدنا الخضر إلى موسى قصة الجدار الذي أقامه. قال له: هذا الجدار كان ليتيمين في المدينة، يعني كان لمساكين في المدينة، وكان أبوهما صالحا، يعني كان أبوهما يفعل في الخيرات ويدير في عمل صالح والعمل الصالح عمل الصالحة. قال له فقام سيدنا الخضر فقال له: هذا من مش مني، هذا كلام، هذا كله من فعل كله من ربي عز وجل. عهلته عن أمري. إيه. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر. سبحان الله، نستفيد من هذه القصة شني مثلا أعظم استفادة وأكثر شيء حسيتها؟ الاستفادة أكثر حاجة في الصبر والثبات على المبدأ. سبحان الله. سيدنا الخضر. سبحان الله. والصبر، وأن الإنسان ما يعرفش شني وراء ما يرى من الحكم، وأن ربما المخبأ أجمل. أجمل من السابق. سبحان الله. جزاك الله خير يا شيخ، وشكرا لك، وسعدنا بك، وإن شاء الله من حملة الكتاب العظيم ومن قراء ليبيا الكبار بإذن الله. يا رب العالمين. ربي يفتح عليك إن شاء الله. إن شاء الله منك. من هذا المكان نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم، مجددين العهد، عازمين على حياة جديدة ملؤها الإقبال على القرآن العظيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير.